ايه اللي اماني التونسي كانت عايزه تركز عليه جوه المسلسل بعيدا عن انه يبقى حدوته تقليديه عاديه الاثنين وانفصلوا بعد 25 سنه؟ فكره التنمر على العلاج النفسي، ان في مشكله الناس انها بتقعد تتريق طول الوقت، تقول لك ما حدش بيروح لايف كوتش، ما حدش بيروح سايكايترست، ما حدش بيروح لمستشار علاقات اسريه. لا بيروح، في ناس كثيره جدا بترفض ده. وحتى هو يعني بيرفضوا ان هم يتعرضوا على الموضوع ده، ان هو بالنسبه له ان هو اللي بيروح عشان يبرئ نفسه، ان هو انا عملت اللي عليا وخلاص عشان الولاد. فانا كنت عايزه اناقش الجزئيه دي، وان لا، في ناس لازم تروح علشان تنفصل بطريقه كويسه، او حتى بعد الانفصال يعرفوا يتعاملوا مع بعض. هل من خلال، يعني انا عارف انه لما بتكتبي بتدرسي كويس الحاجه قبل ما بتتكتب، يعني بتدرسي الحالات دي وبتدرسي ردود الافعال بتاعتها وبتدرسي يعني اساسها السايكولوجي زي ما بيتقال وكده، هل الطلاق بعد فتره طويله جدا تاثيره على الولاد اللي كبروا اصعب، ولا تأثيره على الولاد الصغيرين أصعب، ولا في كل الأحوال التأثير صعب على العيال؟ هو التأثير بيجي درجات. أولا هتكلم على الانفصال بين الراجل والست، كل واحد بياخد الصدمة بطريقة مختلفة. السيكولوجية الراجل بيبقى في الأول مبسوط والدنيا بتبقى بالنسبة له أحسن، وبعد كده بيبتدي هو بيبقى متصور إن هو كده في التمام. بص، بعد فترة كبيرة يعني مش هنذكر سبب الانفصال، يعني مش قصدي في المسلسل في العموم، يعني هو ايا كان سبب الانفصال بصرف يعني النظر، بس فتره كبيره دي لما 25 سنه ده موضوع كبير علشان الناس تخرج من بعضها يعني تنفصل، لكن بقى كمان في بينهم وبين بعض بيزنس، بينهم وبين بعض اولاد، فالموضوع بيبقى اكبر. لما الولد، احنا عندنا في المسلسل عمرين، حد لسه في المدرسه، ولد لسه صغير، وبنت في الجامعه اتخرجت من الجامعه. فطبعا تأثير البنت اللي اتخرجت، البنت برضو بتأثر عليها غير الولد، ان هي نفسيا مش بتبقى ستيبل، مش بتبقى بتخاف تدخل في علاقة تانية تبقى زي اهلها، على حسب هي تربيتها عاملة ازاي. بس هو البيت كان طول الوقت فيه مشاكل، فهي بقى هتبقى عايزة تدخل في علاقة وتتجوز، والدنيا بقى عندها تبقى عادي، ما بيبقاش صح يعني، مش دايما البنات بتبقى مستنية تعمل كده، يعني بتبقى عندها صدمات. الولد الصغير بيحس، اي طفل صغير بيحس ان هو سبب في كل حاجه، يعني في طفل، الاطفال في مرحله عمريه لما بيتخانق، يعني لو انت بتتخانق مع مامته باي شكل من الاشكال، هو بيحس ان هو محور الكون طول الوقت، فبيحس ان هو السبب، فطول الوقت بيبقى عنده احساس بالذنب مع انه ملوش ذنب، فده بيأثر طبعا على الاطفال اكتر. لكن لو حد كبير بيبقى فاهم ان هم اتطلقوا بسبب كذا، فما بيبقاش عنده احساس الذنب اللي بيبقى عند الطفل. فده الفرق ما بين الطلاق على لما يتعرض له طفل صغير، والطلاق لما يتعرض له حد كبير، ابن كبير يعني او بنت.